يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم يعني فيهم خوف وهلع دائما أي صيحة هي علينا. وهذا للأسف هذا الخوف والهلع موجود اليوم في بعض المسلمين دائما. يعني أنا كنت أتجادل مع بعض الأخوة في مسألة المهدي. أنا طبعا عندي المهدي المنتظر، عندي إيمان خاص يعني يختلف عن السنة والشيعة، يعني أؤمن بالفكرة دون التسمية. فكان يخشى أنه طيب لو يأتي، قلت لو يأتي بعد 500 سنة يناقشني، بعد قرنين، بعد 1000 سنة يخاف. لا إله إلا الله، لماذا تخاف؟ يقول لأن في روايات تقول. يا أخي الله يبارك فيك، ما دام أنه من عند الله فهذه الرواية باطلة التي تقول سيقتل العرب غير صحيح. ميزانه سيكون ميزان شرعي، لن يكون ميزانه ميزان عنصري ولا ميزان. هذا كنموذج يعني الذين يتخوفون من بعضهم والذين كذا. هذه فضلني يجب أن لا يخيفنا شيء. إذا أردت أن تجتنب صفة من صفات المنافقين لا تخاف من شيء. أنت حاول أن تتعامل بالظاهر، والله يتولى السرائر لك ولغيرك، وإذا شككت في الآخر شك فيك، إذا خفت خاف منه وهكذا.